بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عز وجل في هذا الفيديو أردت أن أتكلم كاعتباري مواطن من المواطنين الجزائريين أو كأحد أفراد الشعب الجزائري. عانينا جميعا من الظلم، عانينا جميعا من القمع، عانينا جميعا من التهميش، عانينا جميعا من البيروقراطية، عانينا جميعا من غياب القانون، عانينا جميعا من التهميش، عانينا جميعا من عدم الحرية. نظرا للوضع الحالي للجزائر، نظرا لتطور الأمور، نظرا للمنعرج الخطير الذي تمر به الجزائر، من هذا المنبر ومن هذا المكان أدعو الشعب الجزائري وأدعو جميع أفراد الشعب الجزائري إلى التماسك ببعضهم البعض، إلى وضع اليد في اليد للنهوض بهذا الحال وللخروج من هذا المنعرج الخطير. أنبه الشعب الجزائري إلى نقطة واحدة فقط، أنه القادر على إخراجنا من هذا النفق، وأن الذي بيده أن يخرجنا إلى بر الأمان هو الله عز وجل وحده القادر على هذا. لذلك لابد من دعاء الله عز وجل والتوجه إلى الله ومسألته ودعاؤه أن يصلح أحوالنا وأن يخرجنا من هذه الأوضاع الراهنة. كذلك أنبه على شيء مهم، أنه لا يستقيم أمرنا ولا نخرج من هذه الأوضاع إلا بالرجوع إلى الدين وبالتمسك بمعالم الدين. كما أوجه كلمة إلى القايد صالح رئيس الأركان، أنه آن لك أن تضرب بضربة من حديد، وآن لك أن تقف موقف رجولي مع هذا الشعب، وآن لك أن تكون مع اختيارات الشعب. وبما أن أغلب الشعب الجزائري يتفاءل ويرى فيك الخير الكثير، فأطلب منك شخصيا أن تحدد اختياراتك وأن تقف موقفا صريحا، وأن تكون الرجل الذي يأمل به الشعب الجزائري. كفانا من هذا التهميش، وكفانا من هذا التلاعبات، وكفانا من هذا المغالطات. كذلك نرجو أن تكونوا عند حسن ظننا، فالشعب الجزائري يأمل ويرجو منك أن تأخذ بيده وأن تقف موقف رجولي لهذا الشعب. وفي الأخير أسأل الله عز وجل التوفيق والصلاح للبلاد، وبارك الله لي ولكم. السلام عليكم.